معنا هاتفيا من برلين السيد علي القيسي رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق. مرحبا بك سيد علي. إذن هناك أحكام جديدة للإعدام في العراق في محاكمات لا تستغرق دقائق بحسب ما ذكرته المنظمات الدولية والأممية، لماذا وكيف تفسر هذه السياسات من الحكومة في بغداد؟ سياسات الحكومة في بغداد، ليس هذا الحكومة فقط بل الحكومات المتعاقبة منذ العام 2003 حتى اليوم، مبنية على أسس انتقامية. ودائما الحكومة ما تسمى الحكومة العراقية كانت جزء من المشكلة، ولن تكون حتى في المستقبل هذه الحكومات يوم من الحل أبدا. عملية المحاكمات والإعدام خارج نطاق القانون الآن يعني أخذت أشكال غريبة، لأنه نحن نشهد عملية توحش ميليشياوي رهيب. يعني 72 ميليشيا الآن، 72 ميليشيا، وصل الأمر أنه إحدى الميليشيات يعني طالبت أهالي المحافظة، محافظة كاملة في جنوب العراق، طالبتهم بالهجرة والرحيل. أنه يعني تقول أنه أما تكونون معنا أو ضدنا. المشكلة الآن في العراق هي انهيار منظومة القضاء، انهيار منظومة القيم والأخلاق. موقف الحكومة من الأحداث الأخيرة الجارية بيّن أنه هذه الحكومة لا يمكن، يعني أصبحت الآن مغمسة إيدها بدماء كل العراقيين، لأنه الحكومة يعني وقفت مع الميليشيات ضد الشعب. يعني هذا التطور الخطير اللي صار، عملية الاغتيالات الآن اللي جاية تتم. بخصوص الإعدامات، يعني مدير استخبارات صلاح الدين قال إن أبرياء مدرجين على قوائم المطلوبين بوشايات كاذبة. ألا يعد هذا إقرارا من الحكومة بأن الكثير من هؤلاء مغيبون في السجون بوشايات كاذبة؟ ولماذا لا يفرج عنهم؟ يا سيدي، احنا إذا ردنا نتكلم عن الحكومة، هذا الرجل في محافظة صلاح الدين يعني يعتبر منصب محلي، لكن احنا نتحدث عن رئيس الحكومة. رئيس الحكومة سبق وأن اتهم الميليشيات بأنها وقحة وذهب إلهم وتعهد، بل بدأ يتسابق معهم بالدفاع عن مقراتهم اللي تستلم حقوق الناس. عملية الإعدام في العراق ونتيجة المشايات، القصد منها يعني أسباب كثيرة. هناك الآن عمل ممنهج أن هذا الشخص اللي تستولون على بيته يقومون بإدراجه ضمن المشتبه بهم، ويصدر عليه حكم إعدام أو يصدر عليه حكم غيابي. هناك عملية ابتزاز، عملية اقتلاع على مزارع ومصانع وبيوت وسيارات وأرصدة. الآن العراق يعيش حالة انفلات وانهيار بكل المقاييس. حتى هناك يعني دوائر أحوال الجنسية وهويات الأحوال المدنية مثل صلاح الدين منعت إصدار جنسية لمواطنين بتهم الانتماء لتنظيم الدولة، أو أن لديهم يعني أقرباء متهمون بذلك. هل هناك أي مسوغ قانوني لاتخاذ مثل هذه القرارات؟ يا سيدي، هذا المسوغ هذا لا يوجد في كل القوانين، في كل شرائع الغاب لا يوجد مثل هذا المسوغ. ثم أننا خلال اتصال عن هذا الموضوع، خلال اتصال مع جهات ونشطاء هناك، أكدونا أن هناك جنازة تصدر وهناك وثائق تصدر، لكن تصدر لجهات أخرى. هناك وثائق معلومات عندنا أنه ناس قتلوا قبل سنين أو متوفين أو استشهدوا في الحرب العراقية الإيرانية، الآن تصدر باسمهم وثائق لأشخاص من ميليشيات ويأتون يستولون على مساكن ويستولون على مزارع وبيوت وغيرها. هذا العمل عمل ممنهج، ليس عمل فردي، عمل ممنهج يراد به تغيير ديمغرافي في ظل انهيار كل القيم والمسوغات. وهذا ما يحدث في الموصل أيضا. التقارير الأممية تؤكد أن المدينة بعد سنة من انتهاء الحرب فيها يعني لا زال آلاف من أهلها في المخيمات، وجهات حقوقية عزت جزءا من ذلك إلى الإجراءات المتبعة من القوات الحكومية. كيف تصفون هذا التضييق من القوات الحكومية على النازحين
ومنعهم من العودة. أذكرك بمثل بسيط، الحكومة هي من سبب في دمار الموصل. الحكومة كانت متعمدة في قتل أهل الموصل حين طلبت منهم أن لا يغادروا ولم تفتح لهم ممرات آمنة، وبعدها طلبت منهم أن يتجمعوا في بيوت ولا زالت الجثث تحت الأنقاض. ثم أن هذه الحكومة الآن اتخذت من الموصل والمدن المدمرة وسيلة لجمع الأموال. قبل حوالي أسبوع أخذت قرض على مدينة الموصل من ألمانيا حدود 203، يعني هذا قرض من بنك تجاري خاص، قرض من ألمانيا 203 مليون يورو. حين نتواصل الآن مع الجهات هناك، كل المشاريع سواء مياه أو غيرها قدمت من المنظمات الإنسانية. الحكومة حتى الآن لم تقدم شعرة في المواطن في سبيل الخلاص، مصرة. والآن الأمر مختلف، الأخوان يتصلون بنا، أي شخص يجي يريد يعمر بيته أو يريد يعيد بناء بيته اللي تدمر نتيجة الحرب، ورا ساعتين يطرح عليه أمر القاء القبض ويعتقل ويبتز. من أين لك هذا الأموال؟ فهذا أمر خطير. الأمر الآن الحل بالعراق لا يتم إلا بوصاية دولية. وصاية دولية. شكرا جزيلا لك من برلين، سيد علي القيسي، رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق.